السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تدريبات على قانون بيو سافار مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. مذاكرة الفيزياء التراكمية أي كل درس بيومه. المسألة باللغة الإنجليزية لمن يرغب. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة. يقع سلك مستقيم طويل يحمل تيارا مقداره 2 أمبير على المحور X، ويتحرك جسيم شحنته موازيا للمحور Y عند النقطة XYZ، يعني X 0 وY 2 وZ 0. فرسمنا هذه الرسمة، رسمنا المحاور في الأول وحطينا السلك المستقيم على المحور X كما ذكر، وهذا الجسيم أحداثياته هنا 2 على المحور X 0 وعلى المحور Z 0. أين يجب وضع سلك مستقيم طويل آخر في المستوى XY، في المستوى XY حتى لا يتأثر الجسيم بأي قوة مغناطيسية عند عبوره المستوى؟ من أجل أن تكون القوة المحصلة على الجسيم صفر، يجب أن تعمل القوة الثانية بنفس المقدار وفي الاتجاه المعاكس. يعني السلك هذا التيار المار في هذا السلك حيأثر على هذه الشحنة بقوة مغناطيسية. من أجل أن تكون المحصلة على هذا الجسيم صفر، يجب أن تعمل القوة الثانية بنفس المقدار وفي الاتجاه المعاكس. من أين بدها تجي القوة الثانية؟ من السلك الثاني. يمكن توليد مثل هذه القوة عن طريق سلك آخر قائم بالقرب من السلك الأول، يعني وموازي له. نفترض أن السلك الثاني موازيا للأول وله نفس التيار وعلى نفس البعد من الجسيم المشحون، يعني من هون لهون 2 ومن هون لهون 2، يعني R1 تساوي R2 تساوي ل 2. يتم الحصول على الحقل المغناطيسي الناتج عن التيار بواسطة B تساوي ميو نوت في I على 2 باي R. مثل ما ذكرت سابقا، الحقل المغناطيسي هو نفس المجال المغناطيسي. كتب بتسميه هيك، كتب بتسميه مجال مغناطيسي. يتم اعطاء القوة المؤثرة على الجسيم بواسطة قوة لورنتز اللي هي F تساوي الشحنة في السرعة في المجال المؤثر على هذه الشحنة. هي القوة المؤثرة على الجسيم المشحون اللي بده يتحرك في هذا المكان. السلك الثاني إذن يوضع على بعد احداثياته 0 4 صفر، يعني أحداثياته على المحور Y 4، المسافة هذه 4، لأن ذكرنا من هنا لهنا 2 ومن هنا لهنا 2، إذن أحداثياته على المحور Y يساوي ل 4. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء والتشجيع.